عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. موضوع الصلاة وكل ما يتعلق بالصلاة، الأحاديث الواردة في الصلاة ووقتها والترغيب فيها وما كل له علاقة بالصلاة. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بني مبني للمجهول، ورسول صلى الله عليه وسلم لم ينسب الفعل لله سبحانه وتعالى لأن أمر معروف، الباني هو الله تعالى عز وجل. يعني الله تعالى بنى الإسلام على هذه القواعد الخمس، بني الإسلام. وكلمة البناء تفيد على أن الإسلام يعني أوامر الإسلام متماسكة مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن أن نفصل بينها بين بعضها البعض. مثاله كمثال الدار، إن نزعت بعض اللبنات من الدار قد تتعرض للسقوط كلها، وخصوصا إذا كانت إذا كان هذا الخراب في أسس المنزل، في أسس الدار، وهي هذه الدعائم بني الإسلام. والإسلام هو الاستسلام والخضوع والطاعة والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى عز وجل، هذا معناه لغة، وهذا المعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الشرعي. معنى عندما يطيع الإنسان ربه ويطبق أوامر الله سبحانه وتعالى فهو يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى عز وجل. وبهذا المعنى فالإسلام هو دين جميع الأنبياء، ولذا تجد في القرآن الله سبحانه وتعالى ينسب الإسلام إلى الأنبياء كلهم. قال: إنني من المسلمين. بني الإسلام على خمسين، على خمسين، أنا على دعائم خمس. ورد في الحديث كذلك دعائم، دعائم الخمس. إذن هناك الأسس وهناك البناء فوقه. وبعض الناس يعتقدون أن الإسلام محصور في هذه القواعد: الصلاة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في حين أن هذه قواعد، أعمدة أو أسس. والدار لا يمكن أن تسكن بمجرد بناء الأعمدة، تحتاج إلى سقف، وتحتاج إلى جدران، وتحتاج إلى تأثيث، وتحتاج لتصبح مهيئة للسكن، مهيئة للسكن. فهذه أعمدة ويطلق عليها الأركان، يعني الشيء الذي تبنى عليه، يبنى عليه الشيء، الركن. إذا تهدم الركن تهدمت بقية الأركان. أنا ركن الدار إذا انهدم انهدمت الدار كلها. فهذه أركان الدين. ولكن الإسلام بإجماله ليس محصورا في الدعائم الخمس. إذن هناك الدعائم، الأسس، القواعد، وهناك البناء. وما يحتمل الإسلام من أوامر ونواهي، يقول ابن العربي، القاضي ابن العربي في كتابه أحكام القرآن،
أن سورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي، فكيف بالسور الأخرى؟ إذن في الإسلام ليس محصورا في الأركان الخمسة، هذه قواعد نعم بعضها فوق بعض، فإذا تهدم ركن منها تهدم الدين كله. وأول هذه الأركان شهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد تفيد العلم اليقيني، لأن عادة الشهادة لا تكون إلا عن شيء مرئي الذي تقبل شهادته، هو الذي يكون حاضرا في الحادثة. مثلا تخاصم فلان وفلان وكان أحدهما حاضرا ورأى الحدث، فهذا يشهد أمام القاضي أن فلان اعتدى على فلان أو فلان ظلم فلان، معنى عن علم. وبهذا فسر علماؤنا بالنسبة للصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لها معنيان، فمن شهد أي بمعنى فهو كان حاضرا وليس مسافرا فيجب عليه الصيام، أما أن المسافر مخير وليس من البر الصيام في السفر. والمعنى الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فمن علم. والآن الوسائل الحديثة لرؤية القمر ورؤية الهلال، فأينما رأى المسلمون الهلال ووصل الخبر إلى غيرهم فقد حصل العلم بظهور الشهر، بطلوع القمر، بطلوع الشهر. إذن فهذه المعاني كلها متضمنة لكلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا ترى في الوجود غيره. هناك وحدة الشهود وهي مناقضة لوحدة الوجود، هذه فكرة دخيلة على المسلمين، ولكن وحدة الشهود أن لا يرى الإنسان في الكون غير الله تعالى عز وجل، تراه في كل شيء تراه سبحانه وأجله، يعني ترى نرى صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى عز وجل تتجلى فينا وفي من حولنا. المهم أن هذه الشهادة ينبغي أن تكون، أن ينطق الإنسان بها وهو موقن بها، معتقد لها، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا الركن الأول. والركن الثاني بعد الشهادتين إقام الصلاة. تلاحظون أن في الآيات القرآن وفي الأحاديث كذلك تتحدث عن الإقامة وليس عن الأداء، والفرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى المصلين ذكرهم، هددهم ويل للمصلين، ولكن أثنى على المقيمين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الله تعالى أثنى على المقيمين وليس على المؤدين للصلاة. قد أفلح المؤمنون، من هؤلاء المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون، الذين هم عن الله معرضون، والذين هم الزكاة فاعلون، إلى آخر الآية. الله سبحانه أثنى على المقيم. المقيم هو الذي يجعل الصلاة قائمة العوجاج فيها، يؤديها بشموليتها بأركانها وفرائضها وسننها، و يحافظ على أوقاتها ويعيش الحضور فيها مع الله سبحانه وتعالى عز وجل، فهذا هو الذي يقيم الصلاة. أما الذي
يؤدي الصلاة وقلبه غافل عن الله سبحانه وتعالى عز وجل، لا، فلا يكتب له من صلاته إلا ما كان حاضرا فيها. قد يصلي الإنسان ولا يكتب له من صلاته إلا سدسها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا ثمنها، على قدر حضوره فيها. إذن بقيت الصلاة ذهبت هباء منثورا سودا. ولذا الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقرب الصلاة ونحن سكارى. هناك السكر، ماذا يفعل السكر؟ هو يغيب عقل الإنسان، فلا يكون الإنسان واعيا بما يقرأ. إذ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم غافلون ساهون لاهون عن حقيقة الصلاة، فلا بد أن تكونوا حاضرين أثناء أداء الصلاة وإقام الصلاة. إقامة الصلاة لا يعني أداء الصلاة، وإنما أداؤها بكل ما ينبغي أن يقوم به المصلي، فهي عماد الدين. العماد دين، عمود رأس الأمر الإسلام، وعمود الصلاة، عمود الصلاة، عمود الخيمة، يعني ذاك العود اللي كيكون في وسط الخيمة إذا طاح الخيمة كلها كطيح، ولكن إذا كان العمود واقف يعني العرض الخرجانية يمكن تدارك. فالعبرة بعمود في الصلاة، تعتبر عمود الدين، عمود الفصفات، عمود الخيمة. أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وإيتاء الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة، لمن بلغ النصاب في ماله، والحج، والحج لغة هو القصد، والقصد هو الله سبحانه وتعالى عز وجل، وصوم رمضان. فهذه تسمى أركان وأعمدة، هي أساسية، وهناك بقية الفرائض لا تعتبر أعمدة ولكن لا بد منها. تابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من ضرنه؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول؟ ذلك يبقي من ضرنه؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. كلمة أرأيتم بمعنى أخبروني، هكذا في القرآن، أخبرني أرأيت إن كذا وكذا، يستجيب استخبار، أنا طالب الخبر، أخبروني. إذا فرضنا لو أن نهرا بباب أحدكم أمام المنزل يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول أيها السامع؟ في رواية: ما تقولون، ما تقولون فيه، بمعنى ما ظنكم بمن يغتسل خمس مرات في اليوم على باب في النهر الذي هو على أحدهم، هل يبقى فيه وساخ أم لا؟ هل يبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتقريب المعنى إلى الأذهان، وفي القرآن كثير من الأمثال، وفي الأحاديث كثير كذلك من الأمثال. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات
بمثابتي بمثال من يغتسل 5 مرات في اليوم في النهر، والنهر هو الواد الشاسع العريض العريض، ومن هنا جاء النهر، يعني النهر فيه وسع وفيه ضوء وفيه سعة، فيه سعة. النهر هو المكان الشاسع الواسع. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقول أيها السامع؟ وما تقولون أيها السامعون؟ ذلك يبقي من ضرنه، أي هذا الاغتسال هل يبقي من وسخه شيء؟ الضرن هو الوسخ، ويطلق على الأمراض اللي حبوب في الجسم، حبات في الجسم تظهر على في جسم الإنسان، حويبات، فهي نوع من المرض. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا المرض لم يشبهه بالقروح أو بالجروح، لأنك يكون جرح كبير، بمعنى أن الاغتسال في هذا النهر يطهر الإنسان من المعاصي الصغائر وليس من المعاصي الكبائر. هل يبقي من ضرنه؟ أي من وسخه. الصلوات تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، ولأن لا بد أن نحمل الأحاديث المطلقة، أن نقيدها بالأحاديث المقيدة، نخصص عمومها بالأحاديث التي تخصص العموم. هناك إذن فهي تكفر الصلاة، تكفر الذنوب، ولكن الذنوب التي تكفرها الصلاة هي المعاصي الصغائر. صلوات الخمس كفارة لما بينهما، الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. إذا اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. قالوا لا يبقي من ضرره شيئا، هذا تأكيد، كان يمكن يقول لا فقط، ولكن هذا تأكيد، معنى أن لا يلقي من ضرنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا، يمحو الله به الخطايا. وإذا لم تكن على الإنسان خطيئة فيرفع الله تعالى به الدرجات، يرفع الدرجات. وإذا محى الله سبحانه وتعالى على عبده الخطايا، إذا فأصبح طاهرا مطهرا، بمعنى يحفظه الله سبحانه وتعالى كذلك من الوقوع في المعاصي. إذا الذي يصلي ويرتكب المعاصي هذا الدليل على أن صلاته لم يستفد منها، لأن طبيعة الصلاة الحقيقية أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، لأن الذي يصلي صلاة حقيقية معناه تكسبه مخافة الله والقرب من الله والحضور مع الله سبحانه وتعالى وخشية الله سبحانه وتعالى، فيرعوي وينزجر، فهي تحجزه عن محارم الله. هذه فائدة الفرائض كلها. إذن الصلوات من الأعمال التي تكفر الذنوب. عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم 5 مرات ما كان يبقى من ضرنه؟ قال: لا شيء. قال: فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن. نفس الحديث طبعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. سيدنا أنس يتحدث رضي الله تعالى عنه قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، أي الصلوات 5، يعني قبل الهجرة بسنة ونصف، قبل أن يهاجر رسول الله المدينة، أسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى، إلى حيث يسمع صريف الأقلام وهي تكتب في اللوح ما قضى الله سبحانه وتعالى عز وجل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فمما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى عبده أن فرض عليه الصلوات 5، ففرضت في البداية 50 صلاة، ثم لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في طريقه سيدنا موسى في السماء الخامسة السادسة، سيدنا هارون في السماء الخامسة، سيدنا موسى في السماء السادسة، وسيدنا إبراهيم في السماء السابعة، قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل، يعني خبرت بني إسرائيل فلم يستطيعوا أن يقوموا الفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى عز وجل. وبدأ رسول الله يتردد بين الحق سبحانه وتعالى وبين سيدنا موسى، كل مرة يقول له: اذهب إلى ربك، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، حتى بقيت 5 صلوات، من 50 إلى 50 صلوات. قال سيدنا موسى: ارجع إلى ربك. قال: استحييت من كثرة ترددي على ربي، من كثرة ترددي على ربي. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام فهم من قوله تعالى إنه لا يبدل القول لدي، بمعنى هذا كان أمرا مقضيا لا تبديل لهذه الفريضة ل5 صلوات، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50 الحسنة بعشر أمثالها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عز وجل، ومضاعفة الحسنات بعشر أمثالها لا ينحصر فقط في الصلاة، تقرأ القرآن كل حرف بعشر حسنة، تتصدق بالصدقة كل درهم بعشرة دراهم، هذا أقل ما يجازى به العبد، وإلا فالطاعة تتضاعف حسب الزمان والمكان والحال والشخص، الحسنات والسيئات يعني تتضاعف حسب الحال حسب الزمان. العمل الصالح في رمضان ليس هو نفسه في غير رمضان. الفقير الذي يتصدق ليس كالغني الذي يتصدق، الذي يصلي بخشوع ليس كالذي يصلي هكذا. فالحسنات تتضاعف حسب الحال والشخص والزمان والمكان. حسب الشخص مثلا أهل البيت حسناتهم مضاعفة وسيئاتهم مضاعفة، أهل الكتاب إن أسلموا حسناتهم مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته. الحسنات تضاعف حسب الشخص وحسب الزمان وحسب المكان وحسب الحال. إذن في الصلاة تضاعف إلى عشر مرات. إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عز وجل. جميع الأوامر فرضها الله سبحانه وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو
على وجه الأرض باستثناء الصلاة. هذا يدل على أهمية الصلاة. الملك مثلا هناك يكون شيء أمر بسيط، أمر به الولاة والعمال يعطيهم أمرهم في مكانهم، ولكن إذا كان أمر هام جدا يستدعيهم إلى قصره ليتداول معهم الأمر لأهمية الأمر. فالله سبحانه وتعالى أوامر أخرى أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر البسيطة، ولكن فيما يتعلق بالصلاة دعاه إليه وكلفه بها لتكون هدية إلى أمته، لتكون سببا في الصلة بين عباد الله وبين ربهم. تابع. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. عن طلحة بن عبيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. النجد هو المكان المرتفع وضد المكان المنخفض اللي كيتسمى تهامة. تهامة ونجد. فالنجد مكان النجود، النجود العليا، في أماكن مرتفعة. تهامة هو المكان المنخفض، يعني رجل جاء من البادية من أهل نجد. الآن في الجزيرة العربية يعني الرياض وتلك المناطق هي كتسمى المنطقة التي تسمى النجد، التي قرر رسول الله منها: قال: اللهم باركنا في يماننا، اللهم باركنا في شماننا، قال: وفي نجدنا. قال: من هناك يطلع قرن الشيطان من منطقة نجد. ثائر الرأس، ثائر الرأس يعني شعره منفوش غير ممشوط غير مرجل، ترجيل الشعر هو مشطه. وهذا شأن المسافر طبيعة الحال، الذي يأتي من البادية يكون رأسه مبرا أشعث أغبر، ثائر الرأس. جاء رجل، من هو هذا الرجل؟ قيل هو ضمام بن سعد، ضمام أخ، ضمام أخو بني سعد، قبيلة بني سعد، بني سعد، لأنه ورد في الروايات بهذا الاسم أن هذا الرجل هو ضمام رضي الله عنه. يسمع الداوي صوته، الداوي هو صوت لا يتبين معنى كلامه غير مفهوم، نتحدث عن داوي النحل ولا طنطن ديال الذباب، يعني صوت مفهوم. لماذا غير مفهوم؟ لبعده. فلما دنا عند ذلك فهم الصحابة ما يقول، يعني كان يتحدث من بعيد. يعني الذي يروي الحديث على كل حال موطن جلوسه في المجلس الله أعلم، يعني في البداية لم يستوعب ماذا يقول هذا الرجل، ولكن في الأخير فهم مراده. يسمع داوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا. عندما دنا فهم الصحابة ما يقول، اقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل
في رواية أنه لم أين فيكم محمد؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتميز عن أصحابه، كان يجلس حيث انتهى به المجلس. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا كرسي كهكذا ودخل، سيعرف أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجلس على الكرسي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس كعامة أصحابه، يدخل السائل عكس ما كان يفعله العجم، كانوا يقول يعني ملكهم جالس وهم واقفون عند رأسه. كنتم أن تفعلوا فعل الأعاجم بملوكها، ملكهم جالس وهم واقفون، تعظيما واحتراما، احتراما له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس. فإذا هو يسأل عن الإسلام، في رواية أنه يعرف هذه الأركان الإسلام، ولكن جاء ليستوثق بصيغة المحدثين ليطلب السند العالي، يعني وصله الخبر أن الإسلام هو الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج عن طريق من أوصل إليهم الخبر، ولكن أراد أن يأخذ من المصدر. هل الله أمرك أن نصلي خمس صلوات؟ الله أمرك أن نخرج من زكاتنا من أموالنا؟ الله أمرك أن نصوم رمضان؟ ورسوله يجيب بنعم، بمعنى الصحابي له خبر بأركان الخمس، وجاء لأجل أن يتأكد مما سمعه، مما سمعه. وهذا فيه يعني ترغيب لطلبة العلم وللحديث أن يبحثوا عن الأسانيد العالية، وأن يأخذوا الأخبار من مصادرها. فسأله عن الأركان الخمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ أدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ركن الحج غير وارد هنا في الحديث، وهل معنى هذا أن هذا السؤال كان قبل أن تفرض فريضة الحج؟ هذا رأي بعض العلماء، لأن الحج فرض في زمن متأخر، متأخر في السنة التاسعة للهجرة، في حين أن الصيام والزكاة في السنة الثانية للهجرة، للهجرة. فلم يذكر له، فلم يسأله عن الحج، أو أن الحج معروف له. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. النقصان يحدث الخلل في الفرائض، معنى صاحبه لن يحصل له الفلاح، ولكن الزيادة مطلوبة. الزيادة على هذه الخمس فهي زيادة في الفلاح، أن يزيد في النوافل، وأن يزيد في الصيام، وأن يزيد في الصلاة، وأن يزيد يعني النوافل. فالزيادة غير ممنوعة، لا أزيد على هذا، فهو يقول أنك سأكتفي بالفرائض، سأكتفي بالفرائض. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج، قال: أفلح الرجل إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. بعض الروايات أفلح، والفلاح هو أكبر من النجاح، لأن الفلاح يشمل الدنيا والآخرة، من أن الإنسان إذا التزم بدينه وبفرائضه سيعيش في هذه الحياة الدنيا في حالة سعادة وطمأنينة واستقرار وأمن، فيعيش الفلاح في الدنيا ويعيش الفلاح في الآخرة. وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم الفلاح بالصدق، أفلح إن صدق. فصدق المرء
يجلب له فلاح الدنيا والآخرة. الآخرة إذن فهو اكتفى بالفرائض. قلت ذكرنا في الحديث الأول أن هذه تعتبر أركان ولكن لها توابعها، وهي الفرائض أخرى التي ليست من الأركان لا يمكن للمؤمن أن يغفل عنها. مثلا الآن يقول إنسان بناء على هذا الحديث أنا أشهد الشهادتين وأصلي وأصوم وأحج ولا أطالب بشيء آخر، أين وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أين ما يتعلق بصلة الرحم؟ أين معاملة الأوامر التي تتعلق بالحياة الزوجية، بالمعاملات التجارية؟ فالإسلام بنيان مرتبط ببعضه البعض. فالصحابي رضي الله تعالى عنه يعني أخذ العهد على نفسه أن يعض بالنواجذ على الأسس، على الدعائم، على الركائز التي ينبنى عليها. وليس معنى أن هذا لا أزيد من الطاعات ومن، فهذا أمر مطلوب، بدليل كما يروي الصحابة عن هذا ضمام رضي الله عنه أن بعدما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجع وأسرع بناقته وبدأت شعره يعني تضره الرياح، الريح تضطرب ضفائر، أين ذهب؟ رجع مسرعا إلى قومه بني سعد، جمعهم عن بكرة أبيهم. تصور الإنسان مسافر جاي مثلا من الجزائر ولا مشي مكان بعيد ولا مشي مكان بعيد، جا البلاد وعنده رسالة غادي يوصلها لمولي البلاد، غادي يقول ندخل الدار ناخذ الحمام نستريح شي شوية ناخذ شوية ديال الراحة عاد نأدي هذه الرسالة. فهو مباشرة جمع قومه بني سعد ودعاهم الإسلام. نقرأ في السيرة النبوية أنه يعني ما بات أحد من بني سعد على غير الإسلام، القبيلة كلها أسلمت على يده. إذن من ناحية العبادات فهو قال سأكتفي بهذه الأركان الخمسة، ولكن من حيث الأوامر الأخرى وخاصة ما يتعلق بنشر دعوة الله تعالى عز وجل فهو قام بجهد يعني مشكور عليه جبار، وأسلم على يده، قبيلة كلها أسلمت على يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في بعض الروايات هذا الحديث فيه أفلح وأبيه إن صدق، وأبيه وأبيه قسم، والقسم بغير الله لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أن الحلف بغير الله شرك. العلماء تحدثوا عن هذه الكلمة وأبيه. هناك من قال أن هذا الحلف كان قبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف القسم بغير الله تعالى عز وجل. ولكن الراجح على أن هذه الكلمة على لسان العرب ينطقون بها ولا يقصدون معناها، وكثير من الكلمات كانوا يرددونها، تربت يدك، لا أبا لك، كثير من الأدعية ينطقون بها ولكن لا يقصدون معناها، فهي فيه تنبيه وفيها لفت الأنظار لا يقصدون معناها، لا وربك فلا. إذن هذا القسم ليس على حقيقته،
فهو لا يجوز. أفلح وأبيه إن صدق. طيب ننهي كم الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذن هذا الحديث تحدثنا عن معناه، يعني أن الصلوات تكفر الذنوب الصغار، أما الذنوب الكبار تحتاج إلى توبة خاصة، الإقلاع والندم والعزم على لا يعود الإنسان إليه أبدا، وإن كان حق من حقوق العباد لا بد الإنسان يؤديه. فشروط التوبة ثلاثة فيما يتعلق بالتوبة من العبد وربه، وإذا كان حق يتعلق بحقوق العباد فهي أربعة. أولها الندم، ثم يعزم الإنسان أن لا يعود إلى الفعل أبدا بعد الإقلاع، الندم الإقلاع، ويعقد العزم على أن لا يعود إلى المعصية أبدا. فهذه التوبة في المعاصي بالإنسان وربه. وإذا كان الأمر يتعلق بحقوق العباد تحدث يعني أكل مال أحد أو تكلم فيه أو تقص من قدره أو عاب عليه أمر من الأمور، فيجب أن يعتذر إليه. و حتى لا يقتص منه يوم القيامة. فهذه شروط التوبة. في الصلوات الخمس تكفر الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. صلى تعالى عز وجل أن يجعلنا من التائبين. قل قولي هذا وأستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.